في مواجهة مميزة جمعت شباب الحسين والوحدات على صالة الأمير فيصل بن الحسين وقصة نهائي كأس الأردن للكرة الطائرة المثيرة للجدل. منذ البداية والوحدات يسيطر على أجواء الحسين التي تم اختراقها كاملة بالشوطين الأول والثاني بدون أي مقاومة من الدفاع المقابل ليرسل الوحدات ضربات موجعة بتميز للحسين. الشوط الثالث والحسم للقب العجيب عادت طائرة الحسين بقوة لتحلق بأجواء الوحدات لتضرب مناطق الأخضر بإتقان ليكسب الشباب الشوط الثالث والرابع ليتعادل الفريقان بشوطين لكل منهما لتبدأ الإثارة الحقيقية بتبادل الضربات من هنا وهناك بالشوط الفاصل لتبقى النتيجة متقاربة بالتعادل أو التقدم بفارق نقطة. شباب الحسين هدد ونفذ ضربات محكمة وسيطر على الأحداث بخبرة وتمكن من حسم الأمور ليخطف اللقب بعدما قلب الأمور على الوحدات وينهي المباراة بثلاثة أشواط مقابل اثنين. اليوم كان في شوية في بداية المباراة استهتار الشوط الأول والثاني، تأخرنا بعض اللاعبين تأخروا عن المباراة والحمد لله الله وفقنا وخدنا المباراة. المباراة كانت كبيرة فيها ضغوطات يعني، وما شاء الله يعني نادي الوحدات نادي كبير، بس الحمد لله لكل مجتهد النصيب والحمد لله أخذنا كأس الأردن الحمد لله. الطائرة الأردنية التي تعاني منذ زمن لا تحتاج لأكثر مما هو فيها من عطل فني. ضربة عين أصابت المباراة التي لم تنتهي على خير، تدخل جماهيري بدأ من أحد مشجعي شباب الحسين مما أشعل المواجهة من جديد بمشاجرة جماعية لم يسيطر عليها أحد. أدوات حادة في صالة الرياضية، لماذا ومن المسؤول عن سقوط الأخلاق إلى أسفل القاع؟ ولن نتحدث عن السقوط الحر للطائرة الأردنية ليبقى كأس الأردن مصابا في ليلة زفافه. بالرغم من فشل وسقوط الطائرة الأردنية بعدم مشاركتها عربيا وآسيويا، إلا أن هذا المنظر وهو شغب الصلاة وشغب الملاعب يمتد حتى إلى عالم الطائرة. يوسف بستنجي، رؤيا.